تنتهي لصالح كرات ابي نادر اللبناني اللي توصل للمباراة النهائية. على السوري اللي عمل حركة غير رياضية في الدين. بعد انتهاء الوقت اللبناني بطوجة. ما سلم عليه حتى برا مفل. بكل الاحوال الفوز للبناني فارس ابي نادر على سوريا. هون نحن رح نكون مع مباراة فراس أبي نادر. هون في تثبيت لفراس أبي نادر وجورج أيوب. إيبون تثبيت كامل لفراس أبي نادر. وفراس بسرعة بينهي اللقاء لمصحه وبينتقل للمباراة النهائية. حركة النهاية باللقاء بين الخصمين. حركة ديبونسيوناجي والسول. وبالفعل فراس بالنهاية بيقدر يتغلب على وجعه وعلى ألمه وبيقدر انه يربح المباراة النهائية ويكون ثالث بطل للبنان. رح نكون من بعد.
لسه بيلعب الجودو بشوف انه استسلم. اول هو فارس ابي نادر صاحب المركز الاول رح يتوج بالمنصة الرئيسية العراقي. الاول توظيف بالفعل رائع للاتحاد اللبناني. هون عم نشوف فارس ابي نادر عم يتوجه لمنصة التتويج مركز الاول. فايز واحد بفئة الرجال عند خمسة. ضربة رائعة جدا من أبي نادر إلى فارس. أبي نادر على الطريق فارس أبي نادر هو بشوط الماتش بعيد بس بحاول كسر جوا البلد بتميز هون التكتير حلو رائع ضربة رائعة تفيد أكثر وأكثر. هون كيف بمندي كتير 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 النص الثاني سيطر عليه بشكل كبير. ايه فرق كبير وفوز مهم مهم جدا انه هاللاعب بعده طالع مجددا من اصابه جبرته انه يوقف لفتره طويله عن ممارسه لعبته المفضله اجيله وهو بيتاهل للمباراه النهائيه بمجموعته المجموعه الرابعه. حلوة لفراس. عم شوف كيف اللاعب بكل مباراة عم يقدر يستفيد من الثانية تيقدر يحسمها نهائيا بالضربة القاضية لمصلحته. بيلعب بسرعة وهذا أهم شيء. نرجع نشوف مرة جديدة مباراة الثالثة لأبي نادر يلي عم يحسمها بالضربة القاضية. أكيد بحق له يعبر على طريقته الخاصة على هالأجواء الحلوة يلي عم يقدمها. شوف بحديد هلا عم يقدم يمكن اجمل اسلوب الجيدو. فراس ابي نادر اللي هو بطل العرب اذا لاحظت كيف كو زهير يعني ساعتين وفاري ثانية لفراس. ابي نادر اللي بيقدر انه يفاجئ جميع خصومه ويتأهل للمباراة النهائية. او فراس ابي نادر بطل المجموعة الثالثة. اي مش معروف بعض والله. اي بس فراس كمان وهي ثاني واخذ ايفون حسم المباراة فراس بعلامة الايفون اللي هي الضربة القاضية. وقبل دقيقة و50 ثانية على الأد كان فراس عم يتأهل للمباراة النصف النهائية. يعني في الثواني يلي كمان بتلعب دور كثير مهم. فراس ابي نادر بطل لبنان والعرب. بدوره ايفون كثير حلو كثير حلو لفارس يعني.
قدر يربح على مروان عطور عدم مريض وبلش يشوف اللعب شوي اسرع من العادي حاول يفوت بس على طول عم يشوف مبين شفنا هلا كونتر اتاك كثير حلو كان بهالوقت بلشت مباراة بين فراس ابي نادر من نادي البودا وبالحزام الاحمر ولويس داوود من نادي الجيش وكثير حلوة حركة كمان مرة من فراس ابي نادر من نادي البودا عمل الحركة المناسبة بالوقت المناسب فعلا كثير حلوة من بجيده لاحظ مضبوط نزل تحت اجري يعني ركع بين اجري النتيجة لصالح اللاعب اللبناني اللي كان انا بعتقد عم بيضيع وقت وبعتقد انه هي كانت اجمل مباراة واكثر مباراة ملعوبة لحد هلا اثنين اثنين يلي هلا لو تشوفه اللبناني بالفرق بينهي اللقاء بسرعة كمان قياسية وبيحصل على ايفون بالثواني الاولى للقاء